في أي لقاء أو حوار مع الدكتورة غادة والي بتشعر عادة أن الكلام بيكون من القلب، إنساني وتلقائي وبدون ترتيب، ودايماً في الحديث معاها هتلاقي مصر موجودة في كل جملة مفيدة، سواء كنا بنتكلم عن موضوعها المفضل الشباب والمستقبل، أو التنمية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، أو حتى عن دورها الدولي المهم اللي بتقوم بيه حالياً من خلال منصبها كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة ومدير للمكتب التنفيذي لمكافحة المخدرات والجريمة. دكتورة غادة مش بس وجه عالمي مشرف للمرأة المصرية، هي نموذج الاجتهاد والعلم والثقافة والانتماء، بتفخر دايماً بمصريتها، وكنت سعيدة لما اكتشفت كمان إنها عاشقة للتاريخ وللثقافة والفن المصري، وبتؤمن إنهم من أهم عوامل حماية الهوية والشخصية المصرية. عن الحلم المصري، الشباب والمستقبل، عن مصر إلى أين في عام 2022 والأعوام القادمة، عن منصبها الحالي في الأمم المتحدة، حديثنا اليوم من مصر مع الدكتورة غادة والي. هي وجه مصري مشرف على الساحة الدولية، وواحدة من أبرز الكفاءات المصرية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية، تنتمي لعائلة تعشق العلم والقانون. والدها هو أستاذ القانون الشهير الدكتور فتحي والي، العميد الأسبق لحقوق القاهرة، وجدها أحد رواد الهندسة والمعمار بجامعة فؤاد الأول، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية بفيينا. حصلت على ليسانس اللغة وماجستير الآداب والإنسانيات من جامعة كلورادو الأمريكية، ثم على دبلومتين في إدارة التنمية وتمويل المشروعات متناهية الصغر. تنقلت الدكتورة غادة والي بين مناصب عديدة في مجال التنمية والعمل الاجتماعي والإنساني، منها رئيس المجلس القومي لمكافحة الإدمان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة. وشغل الدكتورة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في الفترة من فبراير 2014 وحتى نوفمبر 2019، وخلال توليها المنصب فازت وزارة التضامن بجائزة أفضل وزارة في العالم لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة. اختيرت الدكتورة غادة والي كواحدة من أهم 100 سيدة عربية، وتم تكريمها من قبل مركز الإعلام العربي باعتبارها نموذجاً للعطاء والنجاح. دكتورة غادة والي، أهلاً وسهلاً بحضرتك معانا. أهلاً بيك يا فندم. أجازة في مصر ولا عمل؟ ولا عمل. الاتنين؟ عمل مع أجازة بسيطة. أنا الحقيقة يعني التتر المهني بالنسبة لحضرتك مسألة جميلة جدا وطويل جدا. حضرتك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنصب الثالث هو المدير العام للأمم المتحدة في فيينا. يعني ممكن أعرف بالضبط تشتغلي إيه؟ هقول لحضرتك. يعني الأمم المتحدة عندها أكثر من مقر. هناك مقر نيويورك المقر السياسي، وفي في جنيف المقر الاقتصادي، وفي في فيينا نقدر نقول عليه المقر الاجتماعي. فأنا مسؤولة عن الأمم المتحدة في فيينا، فدي وظيفة المدير العام للأمم المتحدة، ولكني في نفس الوقت بقى المنصب التنفيذي هو مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب. فأنا بأمثل السكرتير العام أمام الحكومة النمساوية وفي المقر في فيينا، وبالتالي في يونوف اللي هي الأمم المتحدة في فيينا أنا مسؤولة عنها، وأيضا مسؤولة عن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة. بنشتغل في أكثر من 104 دولة على الأرض، فمسؤولة أيضا عن كل هذه المكاتب اللي موجودة في دول العالم. المخدرات والإرهاب
والجريمة المنظمة والفساد. والفساد. على اعتبار أن كل يؤدي إلى يعني كل منهما يؤدي إلى الآخر. ده حقيقي. هل أساس هنا المخدرات؟ الحقيقة الجريمة المنظمة بيندرج تحتها المخدرات، ولكن طبعا المخدرات هي جزء مهم من شغلنا، لان احنا عندنا ايضا المعمل المركزي، المعمل المرجعي في فيينا، اللي العينات للمخدرات من جميع انحاء العالم بتجيلنا، بيتم تحليلها ويعني تسجيلها، وبالتالي فعندنا شغل فني وعلمي في معمل المخدرات، عندنا شغل في الحد من الطلب، وشغل ايضا في الحد من العرض. الحد من العرض هو بقى مكافحة الجريمة المنظمة، حماية الحدود، التعاون مع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمساعدتهم على مواجهة الجريمة المنظمة. أيضا إحنا المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات وغيرها من الاتفاقيات الدولية. يعني حضرتك برضو بتكلمينا عن أشياء تبدو مرتبطة كلها ببعض، لكن هل أساسها المخدرات؟ يعني هل المخدرات هي مشجعة على الإرهاب؟ في ارتباط كبير، وتم رصد أيضا علاقات وثيقة ما بين عصابات الإتجار في المخدرات والإرهاب، لأنه الجماعات الإرهابية بتستفيد من عوائد بيع المخدرات ومن تقديم حماية للعصابات اللي بتعمل في الإتجار بالمخدرات عبر الحدود. وأيضا الفساد إذا كان موجود على الحدود أو في داخل الدول أو في المؤسسات، فهو أيضا يشجع على زيادة الإتجار في المخدرات. ولكن أيضا كمان الجريمة المنظمة بشكل عام، دي بتشمل بقى الإتجار في البشر، بتشمل الأنواع التجارة غير المشروعة، ومنها التجار في الأسلحة الصغيرة. أيضاً بنشتغل على مسألة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين وما يتعرضون له عشان يصبحوا بعد كده ضحايا لعصابات الإتجار في البشر. بنتكلم أيضاً في موضوع مهم جداً، وهو التجارة غير الشرعية في الآثار المسروقة ونهب الممتلكات الثقافية والأصول الثقافية. فكل ما له صلة بالجريمة المنظمة، هتجي حضرتك ان في تعاون ما بين قوى الشر. أيه. يعني قوى الشر بتتعاون مع بعض. طب ما مدى انتشار المخدرات على مستوى العالم؟ في زيادة كبيرة في استهلاك المخدرات على مستوى العالم لعدة أسباب. اولا هناك يعني حرب شرسة من التجار في المخدرات للترويج للمخدرات، للترويج لفكرة مثلا ان القنبيات والحشيش غير لا يؤدي للإدمان، فأصبح هناك انحصار في الوعي بمخاطر ده على خلايا المخ وعلى الصحة العامة. أيضا هناك أنواع من المخدرات المخلقة اللي معامل كثيرة غير شرعية بتعمل على إنتاجها وبيدخل فيها مواد كيماوية. في أيضا إقبال على الأدوية واستخدامها استهلاك واستخدام غير طبي. أيضا طبعا في دول كاملة فيها زراعات كثيرة جدا، وبنجد أن زراعات المخدرات بتزيد طبعا حينما تقل السيطرة على الحدود، وحينما يقل السيطرة والاستقرار في الدولة. فبنجد مثلا أنه في زيادة كبيرة جدا في زراعة المخدرات في دولة زي أفغانستان لما تعانيه من عدم استقرار، وبنجد في دول في أمريكا اللاتينية أيضا الكثير من المناطق اللي بتسيطر عليها جماعات الإرهاب، جماعات جريمة منظمة بتسيطر عليها، فما فيش سيطرة كاملة واستقرار وأمن في هذه الدول، فبطبعا بتكون فرصة زي ما قلت لحضرتك لقوى الشر اللي تتعاون. أي. طيب دور المنظمة الأمم المتحدة، ونحن نعلم أنها منظمة سياسية بالأساس ولها طبعا يعني توجهات أخرى واختصاصات أخرى، ماذا تقدم في هذا المجال؟ يعني الأمم المتحدة منظمة سياسية ولكنها أيضا منظمة تنموية. صحيح. فإحنا بنعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي كثير من الأهداف اللي إحنا مسؤولين عنها، الصحة، الحد من الفقر، الحد من البطالة، الشراكات الدولية، التعليم، هناك الكثير من الأهداف التنموية اللي بتعمل عليها المنظمات المختلفة. إحنا الحقيقة بنتعاون مع المنظمات المختلفة وبنشتغل على برامج محددة. مثلا في مجال الإتجار في المخدرات أو محاربة المخدرات، إحنا مسؤولين عن الاتفاقية الدولية. الاتفاقية الدولية بتتكلم عن تسجيل أنواع المخدرات المختلفة، رفع الوعي العام بيها، مساعدة الدول على صياغة التشريعات عشان تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الملزمة اللي الدول موقعة عليها. فبنشتغل على صياغة التشريعات، على التعريف بأدوات التشريع المختلفة
وضع تشريعات نموذجية علشان الدول تستعين بيها، وبعدين بنشتغل على التدريب، بنشتغل على التدريب على مستوى كل أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة مكافحة الفساد وأجهزة رفع الوعي، بنشتغل كمان مع الشباب، بنشتغل مع المرأة لأن لهم دور مهم جدا في مواجهة كل هذه الجرائم. طيب مع يعني ما يشهده العالم من انتشار الكبير جدا جدا وما يسمى بجائحة كورونا، هل كان لها تأثير على تعاطي المخدرات على سبيل التحذير؟ كان ليها تأثير كبير الحقيقة، وما زال يعني جاري رصده، لأنه الحقيقة الجائحة لم تنتهي، بل في بعض الدول إحنا ما زلنا في قلب الجائحة يعني. ولكن هقول لحضرتك يعني مثلا أول ما حصل إغلاق لحدود الدول انخفض التهريب العابر للحدود، لأن المطارات اتقفلت والسفر قل، وأصبح هناك مخزون كبير في بعض الدول اللي مش قادرين يصرفوه، تحولوا إلى الإتجار والتوزيع من خلال المجاري المائية والأنهار. الحاجة الثانية مثلا في أنواع من المخدرات زي الأكستاسي اللي كانوا بيتناولوه الشباب في الحفلات، ما عادش في حفلات ولا تجمعات، فده قل استخدامه، في حين زاد استخدام أدوية مهدئة وأنواع من المخدرات اللي بتستخدم بشكل يعني يتناسب مع كبديل بقاء الناس في البيت، كبديل للمخدرات. المناسبة اللي الناس بتتعاطى فيها المخدرات زي الحفلات الصاخبة دي ما بقتش موجودة، ولكن مثلا كان في زيادة كبيرة جدا في استخدام الأوبيويدز، وزيادة في الوفيات من تعاطي الأفيونيات في الولايات المتحدة وكندا، قدرت ب 30% زيادة في الوفيات. يعني من إبريل 2020 لإبريل 2021 أكثر من 100,000 توفوا في الولايات المتحدة وبزيادة 30% بسبب الأفيونيات الأوبيويدز. يعني في تلك الحدود الضيقة ممكن نقول يعني رب ضارة نافعة يعني في حاجات وحاجات يعني طبعا الصحة النفسية تأثرت سلبا، وأدت إلى المزيد من الإقبال على المخدرات، وخلت إنه العصابات اللي بتعمل في توزيع المخدرات والإتجار فيها تبحث عن طرق بديلة، منها الإتجار في المخدرات عبر البريد وعبر الإنترنت. دي جديدة دي يعني كيف التوزيع يعني؟ من خلال الإنترنت. الإنترنت في حاجة اسمها الدارك نت أو الشبكة السوداء غير المرئية لنا جميعا، اللي بيتم تداول فيها الكثير من الأنشطة غير المشروعة، ومنها مثلا أنه تم رصد في الست شهور الأولى بعد الجائحة 9,000 موقع للاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال. دي نشأت علشان كرد فعل لبقاء الأسر لساعات طويلة جدا أمام الإنترنت. فدايما بيكون يعني زي ما بقول العصابات التي تعمل في هذه الصناعة المربحة جدا 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 طبعا بتبحث عن وسائل لي يعني تستمر في أنشطتها. طب ما الصلة بين هذا الانتشار الواسع للمخدرات خاصة في السنوات الأخيرة وقبل جائحة كورونا وما يعني هو خلالها وبين عالم الجريمة؟ ما هو الإدار في المخدرات جريمة، وحتى على فكرة بعض الدول اللي تسمح بتداول المخدرات بتسمح بأنواع معينة بكميات معينة لأعمار معينة بنسب معينة بتركيز معين. يعني الإدار في العالم كله في اتفاقيات دولية بتجرمها وبتمنع الإتجار فيها، وبالتالي هي جريمة. فبتجدي حضرتك إنها كلها مرتبطة ببعض، زي ما قلنا عصابات الجريمة المنظمة بتستغل مثلا المهاجرين غير الشرعيين للترويج للمخدرات. بنشوف علاقات وثيقة ما بين الجماعات الإرهابية وما بين العصابات الإتجار في المخدرات. بنشوف أيضا يعني محاولات كثيرة للتوزيع بأشكال بتدخل شباب في التوزيع، شباب يائس، شباب باحث عن فرصة دخل حتى لو غير مشروعة، شباب يتم استغلاله من خلال أنه يتحول إلى متعاطي ثم مدمن ثم يبتدي جره إلى هذا الطريق. فطبعا في علاقة كبيرة ما بين الإتجار وبين العصابات الجريمة المنظمة المختلفة، العصابات اللي بتتاجر في الأسلحة مثلا الصغيرة برضو بتتعاون بالضبط، تجارة السلاح بتتعاون مع عصابات الإتجار في المخدرات. طيب يعني هنا نصل إلى بقى فكرة الشباب، كيف يمكن إن احنا نحمي من يعني هذا السيل الجارف للمخدرات؟ بالفن، بالتعليم، بالوعي، بإيه؟ بالإعلام، بكل الحاجات دي مع بعض. يعني احنا عاوزين شباب واعي
وعايزين شباب عنده أمل في المستقبل وعايزين شباب قادر على إنه هو يقرر ويقول لا للغلط. وبالتالي المسألة بتبدأ من سن صغيرة جدا، بناء الشخصية الواثقة القوية، أيضا تقديم الدعم المجتمعي، الأسرة المتماسكة والمجتمع المتفهم للتحديات اللي بتقابل الشباب، فرص العمل وفرص لممارسة الرياضة وفرص لممارسة الهوايات اللي بتشغل الشباب، ولكن أيضا أن يكون هناك أماكن للعلاج. والحقيقة مصر قطعت شوط كبير في هذا المجال، وفي يعني مهم جدا أن احنا زي ما بنشتغل على الحد من دخول المخدرات وتداولها والإتجار فيها بمواجهة العرض، أننا نقلل من العرض، ولكن أيضا الحد من الطلب مهم جدا، والحد من الطلب هو ده برعاية الأسرة لأبنائها، بدور المدرسة اللي بتتابع الأبناء ويكون في علاقة ثقة بين المدرس والتلاميذ، بدور الإعلام اللي بيوعي وبيرفع الوعي وبيقدم نماذج إيجابية، بدور الفن، ودور الفن مهم جدا. أنا الحقيقة كنت برضو عايزة أوصل لهذه النقطة على سبيل التحديد اللي حضرتك بتكلمي عنها، لأنها مهمة جدا جدا. يعني هنصل إلى مصر ونتكلم على دور الفن في المجتمع المصري، وخاصة في تلك الأمور اللي حضرتك اتكلمتي عنها، دور المسرح ودور السينما ودور الفنون التشكيلية شايفها ازاي؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، مثلا بالنسبة للفن التشكيلي، مصر بتشهد نهضة كبيرة في الفن التشكيلي والإقبال عليه، والمعارض والجاليريز زادت، والإقبال على الفن التشكيلي الحقيقة في وعي أنا شايفاه زايد، وشايفة عدد كبير من الفنانين الجداد والأسماء الجديدة في اهتمام بالفن التشكيلي، ولكن في نفس الوقت أكيد محتاجين أنه يكون في حصص رسم ويكون في توعية وتربية التعليم. للنشء تستكشف المواهب، في استثمارات في مجال الرياضة، ويمكن إحنا في وزارة التضامن من كام سنة استعنا بمحمد صلاح لعمل إعلانات حول موضوع التوعية بمخاطر المخدرات وكده، في استثمار أيضا في أنشطة شبابية زي منتدى شباب العالم، أنشطة بتحاول إن هي يبقى فيها حلقات نقاشية في موضوعات تهم الشباب. شفنا برضو استثمار أكبر في المجالات اللي بتهم الشباب، من إحنا شايفين النهاردة أنه يعني في محاولات لأنه يكون في تطوير لمراكز الشباب في مختلف المحافظات، يكون في أنشطة إبداعية، ولكن أنا بشوف أنه كله بيبدأ من المدرسة. المدرسة مهم إن هي تدي فرصة للأبناء والبنات لاكتشاف مواهبهم وممارسة هواياتهم وهكذا، ولكن ده مش كفاية. بس دي مهمة جدا، حضرتك بتتكلمي عن نقطة في منتهى الأهمية. في مدارسنا حاليا، معظم مدارسنا ما فيهاش تلك الأنشطة القديمة التي كانت في مجال الفنون بشكل خاص. طبعا ما فيش مسرح مدرسي. بنتكلم، حضرتك بتتكلمي على أثر ذلك في الثقافة بشكل عام، يعني المسرح في مصر، السينما في مصر، يعني لابد أن نتنبه إلى أنه في مدن ومحافظات لم يعد بها دور سينما ولم يعد بها دور مسرح. ده حقيقي. هو عموما السينما في العالم كله الإقبال قل عليها، وحل محلها وسائل التواصل الاجتماعي. أيوه. وما يعرض عليها، والحقيقة ده تحدي وميزة، وتحدي لأن الشباب معرض لمؤثرات كثيرة جدا جدا جدا. زمان وإحنا صغيرين كان هي قناة واحدة وبنتفرج عليها، نشوف مسلسل واحد، كل الناس بتتعرض لنفس المسلسل، نفس مجموعة المنظومة القيم كانت تحت السيطرة. وده يمكن بيفكرني بمسلسل اتعمل في مصر من كام سنة وإحنا كرمناه، مسلسل كان اسمه تحت السيطرة، وكانت فنانة نيلي كريم بتتكلم فيه عن تداعيات الإدمان وعلاج الإدمان وقضية الإدمان. وإحنا صغيرين وبننشأ كلنا فاكرين فيلم شادية المرأة المجهولة، وكنا برضو الفن كان ليه دور فيه إنه هو يلقي الضوء على قضايا مجتمعية كبيرة. فطبعا في تحديات زي ما حضرتك قلتي، عدم وجود سينمات ومسارح، ولكن في بدائل من خلال المحتوى اللي على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيمثل فرصة وبيمثل تهديد في نفس الوقت. بس هي كافية لعموم الناس؟ لا طبعا، لا طبعا مش كافية. طبعا درجة استخدام الانترنت في مصر مرتفعة جدا، الشباب والمواطنين بشكل عام في نسبة كبيرة بيحملوا تليفونات محمولة، وبالتالي بيتعرضوا لرسائل كثيرة منها السلبي ومنها الإيجابي. علشان كده أتصور أنه مهم دايماً يكون فيه محتوى توعوي ومحتوى بناء ومحتوى هادف بيهدف لبناء الإنسان في الإعلام. وأعتقد أيضاً نحن بحاجة إلى أنه
الشاب الصغير من الممكن انه يتعود انه يروح مسرح طبعًا. ويشارك في العمل المسرحي او يعني يتمنى انه يعمل فيلم سينمائي في يوم من الايام. يعني اعتقد ان تلك الوسائل هي تبدو الان قديمه لكن هي مش هتنتهي من الدنيا. لا طبعا، وسائل التعبير دي بيستخدمها الشباب للتعبير عن نفسهم برضو والاستكشاف مواهبهم والإخراج كل يعني مكنونات نفسهم. فطبعا بالتأكيد الفنون ليها دور كبير زي ما قلت لحضرتك، هي عناصر كلها بتتكامل، دور المدرسة، دور الأسرة، دور الفن، دور الإعلام، كلها أدوار بتتكامل لحماية النشأ والشباب. طب مع وجود حضرتك في الخارج وطبعا لك اتصال بيعني جموع شباب مصريين موجودين في فيينا او في يعني مدن اخرى اوروبيه وامريكا الى اخره، شايفاهم ازاي؟ يعني شايفه الشباب المصري في الخارج كيف؟ لا يعني بصي، انا الحقيقه في السنتين اللي فاتوا اللي انا فيهم خارج مصر كانت جائحه كورونا عنصر مهم جدا في عدم الاحتكاك المباشر بناس كتير، لان كلنا بنشتغل من وراء شاشات الكمبيوترز وبنحضر اجتماعات باعداد محدده، يعني مرتدين الماسكات وفي الكثير من الاثار السلبيه على التواصل ما بين الناس بشكل مباشر، التواصل من خلال الانترنت. ولكن انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انه من زمان، من وانا بدرس في الخارج بقى مش وانا بشتغل، كان دايما الشباب المصري اللي بيدرس في الجامعات الأمريكية والأوروبية في نماذج منه مشرفة جدا ونابهة جدا وملهمة جدا ومتفوقة جدا رغم كل الظروف، ولكن دايما الشباب المصري أنا مقتنعة أنه موهوب جدا. ويمكن أحد الأنشطة اللي عملناها في مؤتمر مكافحة الفساد إن إحنا عملنا هاكاثون، مسابقة لاختيار الابليكيشنز اللي على الانترنت لإيجاد حلول لمكافحة الفساد، واشترك فيها أكثر من 80 شاب ودخلوا في مسابقة، وكان في كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر ومجموعات من الشباب المصري. الحقيقة كان عندهم الكثير من الإبداع في اقتراح وسائل وبرامج وبرمجيات لمواجهة الفساد وللإبلاغ عن وقائع الفساد ولرصد حالات الفساد. فده مجال مثلا، ولكن معروف أن المصريين في سواء في الجامعات في الخارج أو حتى في الشركات الدولية لما بيوصلوا بيتلقوا التدريب المناسب وبتتاح لهم الفرصة، بالتأكيد في شباب مصري ناجح جدا جدا، وفي أسامي يعني كبرت وتعلمت ووصلت وكلنا عارفينها. هل نظام التعليم الحالي في مصر من الممكن أن يؤدي إلى نفس تلك النتائج في الأعوام القادمة؟ يعني أنا ما أقدرش أحكم على نظام التعليم الحالي، لأن أنا عارفة أن في برنامج إصلاحي كبير جدا لتطوير التعليم، وفي شغل بيتعمل على تطوير المناهج وتطوير التعليم، فأنا مش في مكان أقدر أحكم منه، حتى أولادي خلصوا تعليم من زمان. دلوقتي حضرتك يعني موجودة برة وبتشوفي نماذج من هؤلاء المصريين، هل مصر بتقدر يعني تستفيد من المصريين الموجودين بالخارج كما يجب أن يكون؟ هقول لحضرتك، يعني في السنوات الماضية كلنا شاهدنا مجموعة من المؤتمرات اللي بتنظمها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وبتشرف عليها وكانت صاحبة فكرتها الوزيرة نبيلة مكرم، مجموعة مؤتمرات مصر تستطيع. فكان في مصر تستطيع بالاستثمار، ومصر تستطيع بالتعليم، ومصر تستطيع بالصناعة أظن، ومصر تستطيع بالمرأة أظن. فكل سنة بيبقى في محاولة لجذب المصريين المتواجدين في الخارج ويعني تشجيعهم وحثهم على العودة لتقديم علمهم وخبراتهم في بعض المجالات المختلفة. وشفنا الحقيقة مجهود كبير بيتعمل ده، أيضا في مجهود كبير بيتعمل في ربط الجيل الثاني والثالث. أيوة. من خلال المبادرات زي اتكلم عربي وغيرها من المبادرات. أنا شخصيا كانت بتجيلي مجموعات من الجيل الثاني والثالث مع الوزيرة نبيلة علشان يزوروا وزارة التضامن، علشان يطلعوا على عمل الجمعيات الأهلية، علشان يزوروا معرض الحرف اليدوية وغيره. ففي جهود بتتعمل في هذا المجال. طيب بمناسبة وزارة التضامن الاجتماعي وحضرتك توليتي هذه الوزارة لفترة من الفترات، عايز أسأل حضرتك لأنه دايما بيحصل خلط معين في ذهن معظم الناس عن الجمعيات الخيرية من ناحية ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى، إيه الفرق بين الاثنين مبدئيا؟ يعني منظمات المجتمع المدني، كلمة المجتمع المدني دي تعبير أشمل وأوسع وبيشمل أنواع مختلفة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية، وفي دول كثيرة أيضا بيعتبروا أنه كل ما هو غير حكومي
هو يقع تحت مظلة المجتمع المدني، في منظمات أجنبية وفي مؤسسات وفي جمعيات خيرية وفي جمعيات بتشتغل مثلا في مجالات محددة وفي جمعيات تنمية مجتمع محلي. الجمعيات الخيرية نعتبرها من ضمن منظمات المجتمع المدني؟ بالتأكيد بالتأكيد، الجمعيات الخيرية هي أحد أنواع منظمات المجتمع المدني، ويمكن القانون بيعرف وبيشرح الفرق بين المؤسسة وبين الجمعية وهكذا، ولكن في كلمة المجتمع المدني هي مظلة شاملة بتشمل كل أنواع المنظمات غير الحكومية اللي بتقدم خدمات غير هادفة للربح. قد تكون جمعية تنمية مجتمع محلي بتشتغل على تنمية قرية، قد تكون جمعية معنية بقطاع معين بتشتغل في مجال الصحة مثلا، بتعمل مستشفى زي مستشفى سرطان الأطفال، أو بتعمل مدرسة، أو حتى بتنشئ جامعة، وقد تكون عندها أهداف تنموية متعددة وأغراض تنموية متعددة زي الجمعيات الكبرى في مصر. مصر فيها مجموعة من الجمعيات الكبرى والمؤسسات المجتمع المدني اللي بتقدم خدمات عظيمة، وشايفين ليها دور بيتكامل مع دور الدولة في مشروع زي حياة كريمة مثلا. أيوة أيوة. يعني هي طبعا وجودها في أي مجتمع مهم جدا جدا. كيف نشجع وجود تلك المنظمات؟ هقول لحضرتك كيف نشجعها. نشجعها أولا بالإطار التشريعي المناسب، وده مصر اشتغلت عليه وعملت قانون للجمعيات أصدرناه، وأنا فخورة أني شاركت في صياغته في 2019، بأن هي بتسمح بإطار تشريعي يشجع وجاذب للمجتمع المدني، بيحميه وبينظم شغله وبيعرف يراقبه وفي نفس الوقت لا يكبله. فمسألة التنظيم التشريعي في أي دولة مهمة جدا. الحاجة الثانية التمويل، إن أنا أسمح بالتمويل لي مثلا إنه الشركات والقطاع الخاص أشجعه إنه يدي تمويل معفي من الضرائب لهذه الجمعيات والمؤسسات. الحاجة الثالثة إن أنا أشركه في خطط التنمية، وده مصر بتشرك منظمات المجتمع المدني في خطة 2030، وأيضا في برنامج زي مبادرة حياة كريمة. المجتمع المدني ليه دور كبير جدا، حتى الاحتفاء السياسي ومن قيادات الدولة بالمجتمع المدني بيدي إشارات إيجابية وبيشجع. من الحاجات المهمة كمان إنه من أيام من المدرسة، يعني من فترة المدرسة يكون في تشجيع للأبناء على خدمة المجتمع وعلى المساهمة في رد الجميل للدولة وللمجتمع وللبلد. فبالتالي أنا أول نشاط مجتمعي عملته كان وأنا في الإعدادية، وكانت مدرستنا بتنظم لنا زيارات لمؤسسة الجذام، وكان بنروح علشان نتبرع وعلشان نساعد ونروح مع الجمعيات الأهلية وهكذا. ففكرة التنشئة على أهمية خدمة المجتمع والمساهمة فكرة مهمة، فكرة إن الدولة تشجع وتحمي وتقدر المجتمع المدني فكرة مهمة، وأنا عارفة إن مصر أعلنت 2022 عاماً للمجتمع المدني، فده بيدي رسالة. يعني الحقيقة وده كان سؤالي، يعني مع هذا الإعلان، وده إعلان جيد جداً، كيف نصل بهذه الفكرة لعموم الناس؟ حضرتك هتستغربي لما تشوفي قد إيه يعني في أنشطة مجتمعية بتتم في كل مكان في مصر، بعضها معروف والإعلام بيلقي الضوء عليه، وبعضها الإعلام ما يعرفش عنه حاجة. ولكن في هذا البلد، وأنا بقول لحضرتك عن خبرة، أنا لمست بنفسي حجم من التبرعات وحجم من المساندة وحجم من التكاتف المجتمعي لا يستهان به في مجالات كثيرة جدا. وفي ناس كتير قوي بشكل حتى غير رسمي بيجمعوا دايما فلوس من بعض ويساعدوا المحتاج هنا ويساعدوا المحتاج هنا، وده مرتبط أيضا بمعتقداتنا الدينية. طيب هسأل حضرتك برضو في شيء يعني يخص عموم الناس، وهو فكرة حقوق الإنسان. يعني أحيانا تفهم غلط وأحيانا تكون ضد المجتمع، لكن هي في النهاية مبدأ جميل ويجب أن يكون موجودا وسائدا. يعني حقوق الإنسان في الخارج وحقوق الإنسان في مصر، كيف ترين ذلك؟ يعني منظومة حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الدول في مراحل نموها بتختلف الحقيقة في تناولها وتعاطيها مع هذه القضايا. يعني هقول لحضرتك حاجة، بالتأكيد كل الدول لازم تسعى لتحقيق يعني فعلا ما جاء في كل الاتفاقيات الدولية من حماية حقوق الإنسان، ولكن زي ما قلت حضرتك بتختلف على حسب الدولة في أي مرحلة من تطورها
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هناك أساسيات صعب جدا إن مثلا دول فيها عنف أو فيها عدم استقرار أو فيها إرهاب أو فيها إرهاب أو فيها حروب ونزاعات داخلية هتلاقي إن فيها كثير من الاعتداءات على حقوق الإنسان. الدول الأكثر استقراراً والدول اللي فيها وعي، درجات وعي مجتمعي أعلى، هتلاقي فيها أيضاً يعني اهتمام أكتر وأعلى. وبالتالي هي بتختلف من دولة لدولة ومنطقة لمنطقة، ولكن يعني بالتأكيد مبدأ حقوق الإنسان هو مبدأ كلنا لازم نعمل ليه. وبرضو مصر عملت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهذه الاستراتيجية أعلنت وتم تبنيها، وده مهم جدا برضو إنه الدستور والقوانين وأن يكون في استراتيجية وطنية ويكون في خطة عمل ويتم مراقبة هذه الخطة، وأنه هذه الخطة يشترك فيها كل مؤسسات ومكونات الدولة. وهذه الخطوات هي خطوات في الاتجاه الصحيح. فاصل ونعود لهذا اللقاء الهام جدا مع الدكتورة غادي ولي. دكتورة غادة، يعني هنعود بقى إلى عملك بالتفصيل شوية. ماذا تؤدين في مجالات مختلفة منها مكافحة الفساد؟ هذا المكتب بيأدي إيه؟ مجال مكافحة الفساد من المجالات المهمة جدا، ومصر استضافت من حوالي شهر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. كان الشريك لنا هو هيئة الرقابة الإدارية، وكنا دعينا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، فكان موجود في مصر 154 دولة يعني لمدة 5 أيام جلسات متواصلة لوضع خطة العمل للعامين القادمين. ده مؤتمر بيعقد كل سنتين، بتعقده UNODC وبتستضيفه دولة من الدول. المرة القادمة سيتم استضافته في الولايات المتحدة، دولة بتتقدم بطلب استضافة وبقية الدول بتوافق. من سنتين كان عقد في دولة الإمارات العربية. بنتكلم عن كيف يتعافى العالم من وباء كورونا ويكافح الفساد في نفس الوقت، وإيه مخاطر الفساد اللي جت مع الوباء، الإنفاق الكبير اللي تم في مجال القطاع الصحي، كيف نكافح الفساد في مجال القطاع الصحي. كلمنا عن التطعيمات، الفساد في تصنيع أو بيع أو توزيع التطعيمات. اتكلمنا عن الإقبال الشديد على شراء أجهزة صحية، كيف نواجه الفساد في عمليات الشراء والمناقصات الحكومية والمزايدات، وكيف نواجه أيضا الفساد من خلال أن بعض الشركات اللي بتبيع أجهزة فاسدة وأدوية فاسدة استخدمت الإنترنت وحاولت أن هي تستغل تكالب الدول واحتياجها لشراء هذه الأجهزة وهذه الأدوية. كيف يتعافى يعني ده مجال غير إنساني على الإطلاق. ولكن بصي، الجريمة ما لهاش يعني حدود ولا تراعي الإنسانية في شيء. بالعكس، في كل مرة بيكون في أزمة عالمية بتجدي من يستفيد من هذه الأزمة على حساب الضعفاء، على حساب الفقراء، على حساب الدول الأكثر غير المستقرة وغيرها. وبالتالي المؤتمر الحقيقة ناقش موضوعات مهمة جدا، وبيحط خطة عمل تشتغل فيها الدول مع بعض. وضع مثلا تصور لآلية تبادل المعلومات، فأعلننا عن شبكة اسمها جلوب، وجلوب هي شبكة معلوماتية بتوصل كل اللي بيشتغلوا في مجال مكافحة الفساد من المحققين، علشان لما يكون في قضية عابرة للحدود، ومعظم القضايا بتكون عابرة للحدود، ازاي يتبادلوا المعلومات، وازاي التشريعات تبقى متوائمة مع الاتفاقيات الدولية، وازاي انهم يقدروا يسيطروا على
الفساد في المجالات المختلفة. اتكلمنا عن التجارة غير المشروعة وهروب الأموال بشكل غير شرعي وغسيل الأموال. مسألة غسيل الأموال دي مسألة شديدة الخطورة. يعني قلنا أفريقيا بتفقد 80 مليار سنوياً أموال مهربة وأموال فاسدة بتخرج من أفريقيا. شوفي لو 80 مليار دول 80 مليار دولار استخدموا في تنمية أفريقيا واستخدموا في التنمية، ده بيمثل نص اللي أفريقيا محتاجاه عشان تحقق أهداف التنمية. عندنا أيضا كان في رقم كبير قوي، 80 مليار دولار. طيب كيف تخرج؟ يعني ايه وسائل خروجها؟ اشكال كثيره جدا طبعا. في يعني محتاجه وحدات التحريات الماليه في البنوك المركزيه بتلعب دور مهم جدا، ولكن في خلال في صوره تجاره بتلعب دور في الرقابه، ولكن في يعني في شركات بتنشا لهذا الغرض، في تجاره غير مشروعه في الاسلحه، في تجاره غير مشروعه في المخدرات، في اعتداء على الحياه البريه في افريقيا وإتجار في كثير من أنواع الأخشاب والحيوانات اللي ممنوع التجارة فيها. وبالتالي يعني دي أنواع من الجرائم الحقيقة لازم كلنا نعرفها. يعني فكرة الإتجار في الحيوانات الموجودة في الغابات في أفريقيا وزادت مع جائحة كورونا، لأنه كان في تركيز على حماية الحدود ومنع السفر ومواجهة الوباء، وفي الكثير من القرى والأماكن الفقيرة اللي حول الغابات، فحصل اعتداء على الحياة البرية والحياة النباتية والحيوانات ومحاولات للتهريب. مش بس كده، لكن للآثار أيضا في بعض المناطق الآثار. في زيادة في تهريب الآثار وفي اعتداء على الأصول الثقافية. كل دي بتؤدي إلى أموال غير مشروعة ومحاولات بقى إخفاء هذه الأموال في صورة شركات وهمية، في صورة حسابات بأسماء وهمية، في صورة استخدام للقطاع المصرفي بشكل غير مشروع وهكذا. يعني تجارة الآثار على سبيل التحديد، ونحن أيوة. يعني بلد أثري، أيوة. كيف تتم أو حجمها قد إيه؟ من يقوم بها؟ لا، تقوم بها عصابات بتعتدي على الآثار، بتعمل على تهريبها خارج الدولة اللي فيها الآثار، وبتروح من خلال يعني طرق مرور عبر دول مختلفة عشان تصل لبعض الأسواق اللي فيها ناس وفيها جهات مهتمة بشراء الآثار المهربة. بنجد ده دايما بيحصل في الأماكن اللي بيحصل فيها زي ما قلت نزاعات مسلحة، عدم استقرار بشكل أكبر. فسمعنا طبعا عن العراق ونهب متاحف ونهب الكثير من الآثار، اجتمعنا عن سوريا وما حدث فيها وغيرها من الدول اللي بتتعرض لهجوم إرهاب، بتتعرض إلى نزاعات مسلحة، بتتعرض إلى انقسامات، كلها بتبقى نقاط ضعف بتستغل. وأيضا طبعا لما يكون فيه ما فيش وعي، المجتمع لازم يكون فيه وعي بقيمة الآثار وأهميتها وندور كل واحد فينا إن هو يحمي هذه الآثار. مهم جدا تغليظ العقوبات وتشديدها، مهم جدا أن يكون فيه تدريب مستمر في كل المنافذ سواء البرية أو البحرية والمطارات والحدود حتى لا تتسرب الآثار إلى الخارج. حتى لا تتسرب الآثار. ففي جزء فني وأجهزة للرصد، وفي جزء توعوي، وفي جزء تشريعي. طب وفيما يتعلق بالمخدرات، حضرتك قلتي انه مع هذه الجائحة حتى حصل نوع يعني اكبر من تعاطي المخدرات. ايوه، احنا الحقيقة يعني بنشتغل عندنا حجم برامج. تجارة المخدرات قد ايه في العالم؟ صعب اقول لحضرتك يعني، ولكنها يعني في مليارات الدولارات، اكتر من مليارات. لا، حجم ضخم جدا حول العالم. اكتر الدول يعني يتتم فيها هذه يعني في مناطق بتخرج منها المخدرات، منطقة امريكا اللاتينية، كولومبيا والمنطقة المحيطة فيها زراعات كبيرة جدا. أفغانستان هي الدولة الأولى في العالم اللي بيتم فيها زراعة الأفيون وغيره، وهي مصدر دخل رئيسي في كثير من القرى والمناطق. ولكن في مناطق أخرى كثيرة من العالم، وزي ما قلت لحضرتك المخدرات بقى المخلقة والمصنعة الكيميائية دي في معامل كثيرة دي في كل دول العالم. حضرتك قلت إنها يعني أشد خطرا على الصحة من حتى شديدة من الخطورة بالتأكيد. بتؤدي إلى الوفاة. طيب وحجم الجريمة بقى في العالم؟ حجم الجريمة كبير جدا. هو أصلا ما أقدرش أقول لحضرتك حجم الجريمة، لأنه الجزء اللي بنشوفه واللي بيتم رصده واللي بيتم توقيفه دايما أقل كثيرا من الواقع.
ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك الآخر تقرير طلع عن أفريقيا يتكلم عن أموال مهربة قيمتها 80 مليار دولار، هي دي الخسائر السنوية لأفريقيا من حجم تجارة التجارة غير المشروعة وتهريب الأموال بشكل عام. احنا بنشتغل بقى على زي ما قلت لحضرتك بنشتغل مع الدول على الاطار التشريعي، ازاي نضع التشريعات، ازاي ندرب القائمين في منظومه العداله الجنائيه، المحققين، ازاي يتم رصد وتسجيل الجرائم، ازاي يتم التعاون بين اجهزه العداله الجنائيه حول العالم، ازاي يتم رفع وعي المجتمع بشكل عام. وبالتالي مثلا لو رجعنا لموضوع الفساد، كنا بنتكلم عن مبادره اسمها جريس، ومبادره جريس هي مبادره لان يبدا التعليم باليات مكافحه الفساد في المدارس، ازاي نبني دوله سياده القانون، ازاي الاطفال في المدرسه يعرفوا يعني ايه دورهم في مكافحه الفساد، وازاي ما يلجؤوش لطرق فاسده وملتويه لتحقيق اغراضهم، وازاي يبلغوا على الفساد الاطفال. الاطفال في المدارس هل فعلا ممكن انهم يستوعبوا؟ احنا عندنا برامج مكافحه الفساد، احنا عندنا برامج للمدارس في ابتدائي واعدادي وثانوي، عندنا العاب وعندنا كارتونز وعندنا محتوى فني. يعني حب استطلاع أعداده. يعني طفل في ابتدائي ازاي اقول له ان انا تعالى افهمك عشان تقدر بعد كده تكافح الفساد؟ اولا إيه؟ الطفل من هو صغير بيتعلم انه ازاي ما ياخدش حاجه مش من حقه على اساس ان دي سرقه، ازاي ما يكذبش، ازاي لما يشوف حاجه غلط يقول عليها، ازاي ما يخربش مدرسته. واخد بال حضرتك ازاي لما هو طفل صغير يبقى راكب قطر او وسيله مواصلات عامه يعرف يعني ايه ان ده ملكيه عامه، ما ينفعش ان انا اقطع في الكرسي اللي انا قاعد عليه في القطر او اكسر الازاز بتاع القطر او اكتب على الحيطه او بمسمار اجرح الاسانسير حتى، او كل دي مسائل تربوية لازم النشأ يتعلمها ويحافظ عليها. لما يحافظ على فصله ويحافظ على مدرسته ويتعلم ان الغش فساد، وان انا لما انجح بالغش ما بقاش نجحت ابقى فشلت. وبالتالي بالتأكيد مكافحة الفساد تبدأ منذ الصغر وتبدأ في المدرسة، وتبدأ بالمناهج التعليمية، تبدأ في المناهج التعليمية في مختلف المناهج من خلال القصة والرواية والأدب والبلاغة، ولكن أيضا من خلال التاريخ ومن خلال الجغرافيا ومن خلال كل معلومة ورسالة بيديها المدرس للتلاميذ ونشاط مدرسي. لابد أن يبدأ مسألة سيادة القانون واحترام القانون واحترام حق الغير، وفين حق يقف ويبتدي حق غيري، كل دي حاجات مرتبطة بمكافحة الفساد. يعني حضرتك برضو كلامك بيؤدي إلى دور الإعلام في التوعية. بالتأكيد الإعلام حتى لو دور كان كبير الإعلام في مكافحة الفساد، يعني إحنا يعني بنقول إنه بيتراجع بالتأكيد، لكن دور الإعلام مهم جدا. العدالة الناجزة مهمة في مكافحة الفساد. طب دور أدب الأطفال في هذا ممكن مهم جدا طبعا بالتأكيد. مسرح الأطفال، مسرح سينما الأطفال وأدب الأطفال وسينما الأطفال، الطفل هو المستقبل كله. يعني وبالتالي إذا كنا عايزين فعلا نحارب الفساد ونبني دولة سيادة القانون يبقى لابد أن نستثمر في الأطفال. بالأطفال. الأطفال والشباب. حضرتك الوقت بيعدي بسرعة رهيبة. طفل النهاردة اللي عنده 8 سنين و10 سنين مش هو طفل أيامينا، هو طفل بيتعرض لمؤثرات كثيرة جدا ومداركه مفتوحة لحاجات كثيرة جدا، وكفاية الإنترنت زي ما قلت لحضرتك وما يواجهه الطفل فيها من مؤثرات. وبالتالي هو طفل أكثر انفتاحا وأكثر فهما وبيتعرض لمخاطر أكثر. طب جرائم الإنترنت أهمها إيه؟ جرائم الإنترنت كثيرة جدا، الإتجار في البشر،
الاستغلال الجنسي للمرأة والطفل بيقع عبر الإنترنت. كيف يتم الإتجار في البشر؟ مسألة يعني التطرف على فكرة الراديكاليزيشن وجذب الشباب للأفكار المتطرفة وللجماعات الإرهابية وتجنيدهم بيتم من خلال الإنترنت في مواقع للإتجار غير في التجارة غير المشروعة. حتى الآثار بيتم تداولها عبر الإنترنت وفي مواقع معروفة وتم رصدها للإتجار في الآثار. وبالتالي الإنترنت هي سوق كبير جدا بيتم فيه جميع أنواع التجارة المشروعة وجميع أنواع التجارة غير المشروعة. طب كيف يتم التصدي لتلك الممارسات؟ والله حاليا العالم ابتدى يتنبه. صناعة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في آخر 20 سنة بتتطور بشكل سريع جدا جدا جدا، والدول بتحاول إن هي تلاحق، وبالتالي في دور كبير جدا للقطاع الخاص، للشركات بقى، الفيسبوك والجوجل والتويتر وكل الشركات اللي بتشتغل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. ففي دور كبير جدا للقطاع الخاص على رصد المواقع، سواء المواقع اللي هي ده، في مواقع بتعلم ازاي الناس تصنع قنبلة وتصنع سلاح وتهرب سلاح. وبالتالي فكرة إن أنا يتم رصد هذه المواقع المشبوهة والضارة وحماية المجتمع منها والوصول إلى من وراءها، دي فكرة الدول بتناقشها حاليا. فكرة وضع الأطر التشريعية اللي تحمي الخصوصية وما تعتديش على حقوق الناس وفي نفس الوقت تحميهم، دي فكرة الدول بتشتغل عليها ومعنية بيها. فكرة حماية الأطفال زي ما قلت لحضرتك، أطفال بالتحديد، فكرة مهمة جدا. والحقيقة يعني موضوع الإنترنت ده سلاح ذو حدين. زي ما الإنترنت ساعدت الناس أنها تستمر في العمل وتستمر في التعلم في دول كثيرة جدا فيها بنية تحتية سمحت بكده، ولكنها أيضا ممكن تستغل سلبا زي ما قلت لحضرتك، لتجنيد، لنشر إرهاب، لنشر فكر متطرف، لنشر خطاب يعني وتنمر، خطاب سلبي وتنمر وهكذا. طب بعد ما يتم الرصد يعني بنتكلم هنا مثلا عن أجهزة الأمم المتحدة، كيف تتم المواجهة؟ يعني يمكن حضرتك إحنا هذا الأسبوع في حوار ما بين فيينا ونيويورك، وبدأت الدول الأعضاء في المنظمة في سلسلة من الاجتماعات اللي مدتها يعني ليها برنامج مدته 2 سنين لوضع اتفاقية دولية لمواجهة السايبر كرايم أو الجريمة السيبرانية. والدول لازم تتفق على مبادئ، ولازم تتفق لأن دي برضو جريمة عابرة للحدود، مش جريمة تقع في دولة واحدة. فالدول حاليا بدأت في نقاش جاد وحوار، وفي طبعا انقسام شديد في الرأي ما بين المعسكرات المختلفة في العالم حول مواجهة الجريمة السيبرانية. يعني ما هذا الانقسام؟ يعني هم مختلفين في إيه؟ لأنه حدود الدولة ودورها في الرقابة، قدرة الدولة على التدخل، تعريف الجريمة، مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع، يعني موضوع شديد التعقيد. تفتكري حضرتك هينجح؟ أتصور أن في وعي متنامي بمخاطر الجريمة السيبرانية، والمسألة بتتخطى مسألة الإنترنت. إن بيحصل حضرتك رانسوم أتاكس، ممكن تدخلي على منظومة قطاع مصرفي توقعيها، ممكن تخترقي منظومة وزارة معينة تاخدي معلوماتها، ممكن تدخلي على بنية تحتية فيها بيانات الأفراد وتاخديها. وبالتالي تنظيم المسألة دي تنظيم دولي جامع للدول الأطراف تشترك فيه وتناقشوا مع بعض، ويبقى في اتفاق على مبادئ أساسية تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاقية، هو اتجاه الدول كلها دلوقتي بتتحرك ناحيته. سؤال عن المرأة العاملة وكيف يمكن أن تواجه كل تلك المسؤوليات الوظيفية
مع مراعاة أيضا أسرتها وأولادها ويعني المحيط اللي عايشة فيه. أولا أنا مقتنعة أن ربنا خلق المرأة متعددة المواهب. جميل. وخلق المرأة يعني العديد من القدرات المتنوعة اللي بتخليها تقدر أنها تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. فده مجرد يعني كونك امرأة بيديكي هذه المهارات المتنوعة المتعددة. لكن كمان مهم جدا جدا أن يكون عندك أسرة داعمة. صحيح. يعني أن يكون أولا تكوني نشأتي في أسرة بتحترم قيم العمل بشكل عام. فإن العمل مهم أيا كان هذا العمل، سواء عمل بسيط أو عمل كبير، مفيش عمل مش مهم، فده مهم جدا. ولكن الأسرة. طبعا دور الزوج الداعم لعملك مهم جدا، دور الأم ودور الحما اللي يساعدوكي لما يكون الأولاد صغيرين ويساعدوكي في تربية الأولاد. دور الأسرة الممتدة ده دور على فكرة في مصر مش موجود في الغرب. الغرب يمكن بيحل محله أن عندهم منظومة للطفولة المبكرة ولرعاية الطفولة المبكرة، منظومة مهمة جدا أنه يكون في حضانات ودور لرعاية الأطفال يعني جيدة وقريبة من العمل وقريبة من المنزل، بيساعد المرأة أنها تستمر في عملها وأنها تقوم بدورها أيضا كزوجة وكأم. كون أن يكون عندك زوج مساند وداعم، وكون أن يكون المجتمع بيحترم عمل المرأة وبيقدره مهم جدا حتى لا تتحمل وحدها كل الأعباء. فأنا كنت محظوظة الحقيقة في هذا الشق يعني. ولكن العبء بيقع دايما على المرأة في مصر وبره مصر في أنها لازم تكون بتنظم وقتها، لازم يكون عندها قدرة على التحمل ويكون عندها رغبة في أنها تحقق النجاح في أكثر من مجال، مش بس في شغلها وتهمل بيتها ولا في بيتها بس وبعدين تنتهي حياتها بدون العمل يعني. طيب دكتورة غادة بقى، يعني نصل إلى الطفولة المبكرة وإلى المدرسة وإلى المردجيو كانت؟ أيوة. ومؤكد حضرتك يعني بتعتزي جدا بهذا الانتماء المدرسي الأول. جدا أنا فخورة بمدرستي وعلى اتصال بيها وزرتها أكثر من مرة، ويمكن آخر مؤسسة أهلية أنشأتها قبل ما أسيب وزارة التضامن كانت جمعية لخريجات مدرسة المردوجو. وأنا مدرستي قدامنا هنا. أيوة. الناحية الثانية من النهر في جاردن سيتي. الالتزام مهم جدا كان في مدرستنا، الالتزام بالزي والالتزام بأسلوب الكلام والالتزام بالمواعيد والالتزام والاحترام للآخر. فكرة التنوع، إن أنا نشأت في مدرسة راهبات، وبالتالي فكرة إنه عمرنا ما شعرنا إن في فرق بين مسلم ومسيحي، ففكرة التنوع واحترام الآخر وفهم وتقدير كل ما يتصل بدين الآخر مسألة مهمة جدا. فكرة إنه الجلد والقدرة على التحمل، ما بنهزرش يعني، بنشتغل 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 بنشتغل، وبالتالي فكرة الجلد والتحمل والعمل مهمة جدا. وأيضا الاطلاع بقى على الثقافات المختلفة وعلى العالم من حولنا، إن إحنا جزء من العالم. والحاجة المهمة كمان كانت إن إحنا كان دايما زي ما قلت لحضرتك في وعي مجتمعي وعمل مجتمعي وتفكير في من هم أقل حظا مننا، وكانوا دايما يفكرونا بأنكم مش أنتم مش لوحدكم في البلد، في ناس أقل حظا وفي ناس محتاجين أنكم تنتبهوا ليهم وتخدموهم وتساعدوهم. فكل دي جوانب الحقيقة يعني اكتسبتها من مدرستي، فأنا مدينة بالتأكيد لمدرستي بالكثير من نجاحي. دكتور فتحي والي وكان أستاذا للقانون. أيوة. ماذا اكتسبت منه وكان والد حضرتك؟ أيوة كل حاجة كل حاجة. حب القراءة، حب اللغة العربية، الالتزام جدا في كل شيء، كل حاجة. أنا ابنة أبي. يعني تعبير حلو قوي. حلو. دكتور محمد هلال كان أستاذا للهندسة الإنشائية. الهندسة. يعني غير القانون، ده كان الجد للأم. أيوة. اكتسبت منه أشياء كثيرة. أنا الحفيدة الكبرى، الحفيدة القريبة، جدي كان مثلي الأعلى، وحبه للعمل كان بالنسبة لي حتى في مرضه، حتى في كبر سنه، الدقة الشديدة والتدقيق الشديد في كل شيء، ده اكتسبته منه.
أيضا حبه للتعلم والتعلم المستمر، يعني العلم والعمل كانوا دايما جزء كبير قوي 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 من نشأتي. حبي البلدي، أتصور أنه الانتماء للبلد بيبدأ منذ الصغر وبيبدأ في البيت. يعني احنا فاكرة واحنا صغيرين لما كنت بسافر، كنا بنسافر اسكندرية، مصر اسكندرية زراعي، وكنا واحنا في العربية اللعبة الأساسية هي دي محافظة ايه، الناس اللي فيها بيعملوا ايه، طب المحافظة دي بيتزرع فيها ايه، طب عاصمة المحافظة دي ايه، طب ايه احلى حاجة في المحافظة دي. فكنا يعني بنعد للرحلة باننا نبقى مطلعين عشان معلومات. بالزبط بالزبط. فيعني جدي كان بالنسبه لي مثل اعلى وقدوه، وكان حريص جدا ان انا اكون متفوقه في المدرسه، دايما يسالني عن نمرك، ودايما يعني يخليني احكي له عن اللي بدرسه، وكنت بستمتع جدا بالوقت اللي بقضيه معاه جدا. دكتوره غاده، يعني ممكن نقول لحضرتك طبعا اهلا وسهلا بيكي في بيتك وفي بلدك، وبتشرفينا بهذا المنصب الكبير، ويعني متابعين ادائك الجميل ايضا، وان شاء الله دايما بالتوفيق. اشكرك، وانا سعيده ومتشرفه ب يعني اني اكون مع حضرتك النهارده، وشاكره انك بتستضيفيني في اجمل مكان في مصر. شكرا. ميرسي.